Good morning, my students. Today we will solve the worksheet given on the center of symmetry of a given function f of x. Let's review the rule to prove a point I having coordinates a, b, a center of symmetry of curve c of function f of x. If we prove that f of 2a minus x plus f of x equals to 2b, then this point is center of symmetry of this function. Let's start. Given function f of x equals to 2 over x plus 2, and we want to prove the point I minus 2, 0 is center of symmetry of this function. خلينا أول شي نحدد الـ a والـ b. الـ x للـ i هي الـ a والـ y للـ i هي الـ b. فإذا الـ a equals minus 2 والـ b equals 0. بعدين خلينا نكتب الرول. الرول بتقول f of 2a minus x plus f of x لازم تطلع معنا equal لأنه قايل لنا proof ل2b. بالخطوة اللي وراها خلينا نعوض ال a اللي هي minus 2 وال b اللي هي 0 بالرول. بصير معنا f of 2 into ال a اللي هي minus 2 minus x plus ال f of x هل equal to 2b. البي معنا إياها 0، يعني عوضنا الـ a وعوضنا الـ b. خلينا نعمل simplify لنشوف الـ 2 size تبدنا نبرهنهم equal لبعض. بصير عنا f of 2 times minus 2 minus 4 minus x plus f of x لازم تطلع معنا equals to 2 times 0 0. الـ f of x هيدي معنى إياها given، هي عبارة عن 2 over x plus 2، هون طبعاً equal ل 0، هون ما بدهم شغل، نحن الشغل هون، يعني نحن بدنا نلاقي مين هلأ؟ بدنا نلاقي f of minus 4 minus x. We will go to the original function اللي هي f of x and we will substitute instead of each x by minus 4 minus x. نحن مثل ما انتم شايفين ال f of x اللي معنا هي 2 over x plus 2. شو يعني f of minus 4 minus x؟ يعني كل x بالفانكشن الاساسيه بدنا نستبدلها بوات؟ بدنا نستبدلها ب minus 4 minus x. شفتوها هيدي ال x؟ بدنا نحط minus 4 minus x وما بدنا ننسى اللي بقيوا معي، هون بقي plus 2. فإذا f of minus 4 minus x بدنا نروح على الفانكشن الأساسية هيدي اللي معي إياها، ال 2 حتضل مثل ما هي وال 2 هون والإشارات، بس ال x حنستبدلها ب minus 4 minus x. بصير عندي 2 over ال x بنحط مكانها minus 4 minus x وهيدي ال plus 2 ما بدنا ننساها. خلينا نعمل simplify لهيدا الدنومينيتر هون عشان ناخد النتيجة النهائية. بتصير 2 over minus x طبعا ما في مثلها، و minus 4 plus 2 حتعطيني minus 2 plus 2 over x plus 2 بده يطلع معنا الآن صير 0. وصلنا لهيدي المرحلة اللي عطول بحكي لكم عنها، انه انا عندي addition of two fractions فلازم يكون عنا like denominators. هون denominators are not like، هني مثل بعض كترمز، يعني x x يعني 2 2. بس شو الخلاف؟ الخلاف بيناتهم بشكل كامل هو الإشارات، يعني هن بعكس بعض تماما الإشارات. فأنا شو قلت لكم؟ قلت لكم يا الفراكشن كله بتغيروا إشاراته، وهيدا إجا نتيجة إنه ضربت فوق بماينس وتحت بماينس. بباقي الفيديو ما عاد لكم أضربوا فوق بماينس وتحت بماينس، حغير إشارات أنا دغري عشان أنتوا تتعودوا عليها. بتصير minus 2 over x plus 2 plus 2 over x plus 2. هل رح يطلع معنا زيرو؟ هو أكيد رح يطلع زيرو لأن بروف. هيك صاروا لايك. منروح هلأ ومنعمل أديشن طبيعي، الدنوميناتر بده ينزل مثل ما هو، وعنا النيوميراتر حنجمعهم مع بعض، فبصير ماينس 2 بلس 2 بدنا نشوف إنه رح تطلع زيرو. ماينس 2 بلس 2 هي زيرو أوفر أكس بلس 2 هل هي زيرو؟ بدنا نبرهنا زيرو. زيرو على أي كوانتيتي بتعطيني زيرو طبعا، بس المفروض طبعا هون الاكس ما تساوي ماينس 2 طبعا لانه بالدنومينيتر ممنوع يكون في زيرو، هيدي كونديشن هيك عم نحكيها ايكوال زيرو. فاذا اترو من هون بنستنتج انه الاي اللي عندها كوردينات ماينس 2 زيرو هي سنتر اوف سيمتري لهيدي الفانكشن. Part 2 كلهم بنفس الطريقة، عنا ال f of x 5 over x minus 1 وهيدي ال i عندها coordinate 1 0، فإذا ال a 1 will be 0.
فبنكتب الرول مثل ما تعودنا اللي بتقول f of 2a minus x plus f of x لازم نبرهنها equals to 2b. خلينا نعود قيمة ال a والفاليو لل b بالرول اللي معنا هي. بصير معنا f of 2 into ال a بدنا نحط مكانها 1 minus x plus ال f of x لازم تطلع equal ل2b والb معنا هي 0. خلينا نعمل simplify لل2 sides. بصير معي f of 2 times 1 2 minus x plus f of x لازم تطلع معي equal to 2 times 0 equals to 0. now أنا معي ال f of x 5 over x minus 1. قلنا ال f of 2 minus x بتعني إنه كل x هون شو بدنا نعود مكانه؟ لاحظوا كل شي تركته مثل ما هو ثابت، بس مكان ال x بدي عود 2 minus x. منجي لهون شوفوا شو هعمل. ال f of x سهلة، هي 5 over x minus 1 equal 0 كمان سهلة. شغلي هون صار أنا f of 2a minus x بروح للفانكشن الأساسية، ال 5 نزلت مثل ما حكينا، ال x بدنا نحط محلها 2 minus x minus 1. هلأ خلينا نعمل simplify لهيدا الدنوميناتر اللي هون. بصير معنا 5 over minus x plus 1 plus 5 over x minus 1 لازم تطلع 0. مثل ما انتو شايفين انه الدنوميناتر not like بيختلفوا بس بالإشارات، فبدل ما أضرب بماينس مثل ما حكيتكم دايما خلوني أغير إشارات الفراكشن كله. بصير معي ماينس 5 over x minus 1 plus 5 over x minus 1 لازم يطلع معنا الانسر 0. شفتوا الدنوميناتر صاروا لايك، فإذا بروح بجمع الفراكشن بعمل اديشن، الكومن دنوميناتر بيبقى مثل ما هو والنيوميراتر بجمعهم. بصير معي ماينس 5 بلس 5 بده يطلع معنا الانسر 0. ماينس 5 بلس 5 هي 0 اوفر اكس ماينس 1 هل هي 0، و 0 على اي رقم بيعطيني 0، 0 equal 0 وهيدي true. ومن هون بنقدر نقول انه ال I 1 0 هي center of symmetry. انا عم بحب احكي الكونديشن بس هون هي مش ضرورة تكتبوا لي اياها، بس انه x minus 1 ممنوع تكون 0، انه كلياتنا بنعرف بالدنوميناتر ممنوع 0 يعني ال x ممنوع تكون 1. هاي ما تلخبطكم، ما بدي تكتبوها، بس ملاحظة انه انا عم بقول لكم 0 على اي عدد 0 ايه صح، بس انه ممنوع تكون ال x 1 لانه لو كانت ال x 1 حتصير 0 على 0 ونحن بنعرفها هيدي indeterminate. بس مجرد ملاحظة صغيرة. Part 3 معنا f of x equals x plus 1 over x minus 3 وعنا ال i 3 1، هيدي ال a وهيدي ال b، ال a 3 وال b 1. خلينا هلأ نكتب الرول. بصير معنا f of 2a minus x plus الفانكشن اللي معي اياها بدها تطلع معي equals ل2b. خلينا نعوض ال a اللي هي 3 وال b اللي هي 1 بالرول. بصير معنا f of 2 وال a 3 minus x plus ال f of x لازم تطلع معي equal ل2b وال b 1. خلينا نعمل simplify اللي حكينا عنه نفس الستبس كلهم، 6 minus x plus f of x لازم تطلع معي 2 times 1 2. هلأ ال f of x معي إياها x plus 1 over x minus 3 بدنا نبرهنها equal to 2. هون سهل، هون صار الشغل. كيف بدي طلع f of 6 minus x؟ هاي بتعني go to f of x وعود مكان كل x ب 6 minus x. أوكي خليني روح أنا على f of x اللي معي إياها. أوكي شوفوا هيدي ال plus 1 والماينس 3 ما لكم شغل فيهم، هاي بلس 1 ماينس 3. انا شغلي وين؟ بهيدي الاكس وبهيدي الاكس، هاي اللي عملتها كأن فلاور. فهون مكان الاكس هيدي بحط 6 ماينس اكس والاكس اللي تحت ححط 6 ماينس اكس استبدلتها. هلا خليني اعمل سمبليفاي لهيدا الفراكشن، 6 ماينس اكس بلس 1 حتعطيني ماينس اكس بلس 7 over 6 minus x minus 3 حتعطيني minus x plus 3 plus x plus 1 over x minus 3 equals 2.
تو لازم تطلع مثل ما انتو شايفين. وصلنا انه نعمل addition لفراكشن وعنا denominators نطلع، كني بس بيختلفوا بالاشارات. فاذا خليني هالمرة ما اقولكم نضرب فوق بماينس وتحت بماينس، change the sign لكل لهيدا الفراكشن، change signs كأني ضربت بماينس اوكي فوق وتحت. فبتصير x minus 7 over x minus 3 plus x plus 1 over x minus 3 هل equal to 2. مثل ما انتم ملاحظين انا بعيد المعلومات كتير ليضل الطالب متذكرهم، لانه نفس الستبس بصيروا سهلين عليهم. هلا صار عندنا addition لفراكشن وصاروا عند denominators are like، فبحط denominator اللي هو x minus 3 وبجمع النيوميريتر فوق x minus 7 plus x plus 1 هل equal to 2. فصار عندي x plus x حتعطيني 2x و minus 7 plus 1 حتعطيني minus 6 over x minus 3 لازم تطلع 2. مثل ما لاحظتوا انا وصلت لمرحلة انه ما طلع 2 equal 2، هني لازم يطلعوا 2 sides are equal. قلتلكن دغري روحوا حاولوا خدوا common بين 2x وال 6 عنا common 2. هلأ 2x over 2 حتعطيني x minus 6 over 2 حتعطيني 3 over x minus 3 هل equal 2. طبعا x minus 3 و x minus 3 cancelled و 2 equals 2 true. بما انه طلعوا true بقدر اقول له انه ال i اللي هي of coordinate 3 1 is center of symmetry. Part 4 عنا f of x equals 3x plus 2 over x minus 4 وهيدي اللي بدي برهنها i 4 3 center of symmetry. مثل ما انتم شايفين ال a 4 will be 3. خليني اكتب لكم الرول. هلا عندي الرول بتقول f of 2a minus x plus f of x لازم تطلع معي equals ل 2b. خليني اعوض ال a 4 will be 3 بالرول، بصير عندي f of 2 into 4 minus x plus f of x هل equal ل 2 into 3. بصير معنا خلينا نعمل simplify، بصير معنا f of 8 minus x plus f of x هل equal ل 6. مثل ما انتم شايفين ال f of x هيدي given هي 3x plus 2 over x minus 4، هون بدنا نبرهن equal ل 6. شغلي صار هون، هيدي شو بتعني؟ بتعني بدي روح على الاساسيه، شفتوا هول الاكسات كل وحده بدي اعوض محلها 8 minus x، بس ال 3 وال plus وال 2 وال minus وال 4 هول بدو يضلوا مثل ما هن. لاحظوا 3 محل الاكس هحط براكت بلس 2 وثبتت الكل، بس كل اكس عم بفتح مكانه براكت فاضي. هلا شو بعمل؟ كل اكس حاستبدلها ب 8 ماينس اكس 8 ماينس اكس. لاحظتوا كيف؟ وخليني هلا اعمل سمبليفاي لهيدا الفراكشن. 3 تايمز 8 مثل ما انتم شايفين 24 ماينس 3 تايمز اكس حتعطيني 3 اكس بلس 2 اوفر 8 ماينس اكس ماينس 4 بلس 3 اكس بلس 2 over x minus 4 لازم يطلع الانسر 6. خلينا كمان نعمل simplify لهيدا الفراكشن بعد بده شغل، بصير minus 3x 24 plus 2 هي 26 over minus x 8 minus 4 حتعطيني plus 4 plus 3x plus 2 over x minus 4 هل equal ل 6. هلا بصير عنا هون مثل ما انتم شايفين not like، فما فيني اجمع هولي الفراكشن، بدي خليهم لايك like. قلنا هيدا الفراكشن خلينا نغير الساينز كلهم كلياتهم اوكي. 3x minus 26 over x minus 4 plus 3x plus 2 over x minus 4 هل equal ل 6. شفتوا صاروا هلا لايك like، ففيني اعمل addition بتنزل ال x minus 4 وخلي شغلي بالنيوميريتر بدي اجمعهم هولي. فبصير عندي 3x minus 26 plus 3x plus 2 هل equal ل 6. 3x plus 3x بتعطيني 6x و minus 26 plus 2 حتعطيني minus 24 over x minus 4 هل equal ل 6. طيب ما طلع معي 6 equal 6، انا هون لازم يطلع معي constant هو 6 فما طلعت معي. فاجباري قلت لكم مش اجباري يعني نوع من السمبليفاي او هي نعمل فاكتورايز. هلا ناخذ ال 6 كومون بيبقى معي x minus 4 over x minus 4 هل equal 6. ومثل ما انتم شايفين 6 equal 6 true. فاذا ال i اللي عندها كوردينيت 4 3 بتمثل center of symmetry لهيدي الفانكشن.
آخر exercise معي f of x equals x squared plus 1 over x minus 2 وبدي برهن ال i 2 4 هي center of symmetry فال a 2 will be 4 فخلينا أول شيء نكتب الرول الرول بتقول f of 2a minus x plus f of x لازم تطلع equal to 2b لأنه قايل لي بالسؤال proof تاني شيء خلينا نعود الـ a2 والـ b4 بقلب الرول بصير معنا f of 2 into 2 minus x plus f of x لازم تطلع معي equal to 2b والـ b4 خلينا نعمل الـ simplify بصير معنا f of 4 minus x هون sorry 4 minus x sorry plus f of x لازم تطلع معي equals ل 8 هلا ال f of x معي اياها x squared plus 1 over x minus 2 وهون السايد الثاني هو 8 بعد عندي هاي شو بتعني كل x شفتوها هون بدي احط مكانها شو هاي بدي احط مكانها 4 minus x هيدي 4 minus x السكوير بدها تبقى ال plus ال 1 ال minus وال 2 أنا الأكس عم لاقي أهون أعملكم براكت أول شيء فاضية وعبي كل وكملها كلها مثل ما هي لاحظوا كل أكس هلا الطالب بيعرف كل براكت فاضي شو بده يحط محله 4 minus x 4 minus x مثل ما أنتوا لاحظتوا هيدي remarkable identity على الرول اللي بتقول a minus b squared بتساوي a squared minus 2ab plus b هلا حتقولوا إنه أنا بعيد كتير بس كله لمصلحتكم لأنه هاي كلها قدي أنتوا هلا بتلاقوهم سهلين بس كلهم كتير مهمين هلا وسنة الجاي بإذن الله فبتصير سكوارد الأول 16 ماينس الأول بالتاني باتنين 8x بلس سكوارد التاني بلس 1 over تحت ما في شيء 4 ماينس x ماينس 2 بلس x سكوارد بلس 1 over x ماينس 2 لازم يطلع الانسر 8 خلينا نشتغل هون simplify لهيدا الفراكشن هلا بصير معي x squared ما في مثله minus 8x ما عندي x لأجمع معه 16 plus 1 هي 17 اوكي over تحت minus x ومثل ما انتو شايفين 4 minus 2 بتعطيني plus 2 plus x squared plus 1 over x minus 2 بده يطلع معنا الانسر 8 هلا وصلنا انه بدنا نعمل اد بس عنا not like denominators قلنا مختلفين اختلاف كلي بالاشارات نحن يطلعوا دايما مثل بعض بس غير اشارات فخليني اعمل change للساين لكل هيدا الفراكشن اللي معي بصير لاحظوا minus x squared ولا وحدة بدي انساها minus 17 over لانه هيدي الاسئلة غلطتها غلطة ساين بس minus 2 plus x squared plus 1 over x minus 2 هل equal لقيت هلا صاروا like خليني روح اعمل add ال x minus 2 بده ينزل ناقص x squared plus 8x minus 17 plus x squared plus 1 هل equal لقيت minus x squared و x squared راحوا بقي معي 8x minus 17 plus 1 minus 16 over x minus 2 equal لقيت هلا مثل العادة لما يمنوصل للكونستانت مباشرة وما بدنا نشتغل فيه بيطلع التوساتس are equal بدغري بقول center of symmetry أو بوصل لهيدا الشكل إنه مش equal ما طلع كونستانت طبيعي بدي أخذ كومون شو الكومون هون هي الـ 8 لازم لما أخذ كومون تطلع الكوانتيتي اللي فوق مثل اللي تحت ليروحوا مع بعض 8x over 8 شو بده يعطيني x minus 16 over 8 بيعطيني 2 و x minus 2 هل equal 8 بتروح هاي مع هاي ومثل ما لاحظتوا true ومنقول له ال i 2 4 صحيح center of symmetry وهيك بيكون خلص السؤال وان شاء الله تكونوا فهمتوهن كلهم تطبيق مباشر ومكررين بس انا بدي اقول بهيدي الخطوة هون في طلاب اذا ما انتبهوا ياخدوا كومون يعملوا cross multiplication بيطلعوا two sides are equal اذا بحبوا يعني بيطلع هون مثل هون فبيطلعوا equal لبعض كمان مش مشكلة فاذا يعطيكم الف عافية وراجعوهن كتير منيح شكرا لكم